بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الفيديو لهذا اليوم عبارة عن روتين صباحي. هنا أنا طبخت تمن وفاصولية. التمن طبخته بهذا الجدر الكهربائي، يسهل لي العمل هواية، هو يهدي التمن من وحده. هذه المرقة، وبعدين فكرت انه صار لي زمان ما منظفتها للجدر، يصير عليه دهون لان هو قريب من الطباخ. أخذته غسلته وردت أنظف هذا الساندويتش ميكر، بس بعدين قلت خلي أستخدمه ولو مرة لأن شفته نظيف قبل أنه أقوم بغسله. هنا خليت عليه قطرات من الزيت، وبعدين بديت بالفرشة أنثر الزيت كل مكان القاعدة، وأيضا السطح ضروري همينة نخلي عليها زيت حتى ما تلزق العجينة بالغطاء. العجينة عبارة عن بانكيك عادي، فردته بالجهاز بس كانت شوية ثخينة عندي فما أخذت شكل المثلثات. هنا نكبسه حتى يصير مثل كأنه باب الفرن، تنغلق كل الزين، الحرارة ما تتسرب. وبعدين رغم أنه جهاز قديم عندي بس شغال، هاي الإضاءة لاحظوا تحول بعد فترة تقريبا أقل من 10 دقائق هنا مستوي، وبديت أرفعه بكل سهولة ملازق بسبب إضافة الزيت. بس هو شوية محمص عندي، ما أعرف من أصور، يمكن أنشغل بالتصوير وشوية ياخذ حرارة تحميصة أزيد من اللازم، لكن هو طيب يحبوه جهالي من يشوفوني الصبح مسويته، يصير بديل عن الفطور. ما يحبون شوية يتناولون فطور من الصبح، بس من يشوفوني مسويت لهم هيك شغلات يحبوها. هنا بعدين حبدي امسحها للجهاز بواسطة كلينس المطبخ، متساقط عليه شوية من فتات الكيك حتى لا تحترق، لان راح اسوي وجبة ثانية مثل ما تشوفون مسح خفيف. ومرة ثانية راح اضيف كمية بسيطة كلش من الزيت بالغطاء مالت الزيت نفسه، وانثره بالفرشة هذه بالزوايا والجوانب حتى ما تلزق العجينة. والوجبة الثانية ضفت لها كاكاو، نفس المقادير بس قللت الطحين لان خليت ملعقتين طعام كاكاو. الحليب اما تحبون باودر ومي او حليب سائل. هنا صارت العجينة شوية اخاف عندي حتى تاخذ شكل القالب، ولاحظت انت مغطيته دا اتعامل وياه كأنه فرن. هاي بعد ما صبيته وراح اغلقه، وهاي شكله. بعد الاستخدام حبدي انظف الجهاز، واول خطوة راح انقعه بالمي. اذا حابين تشترون مثله فاختاروا النوعية تكون القاعدة تنرفع من عنده، اسهل بالتنظيف. وهنا حولته بطبق التقديم بانكيك بس بشكل مختلف. جهالي كلش يحبوه بالبيت مثل ما قلت لكم، يصير بديل عن الفطور. أتمنى أنتم همين حبيتوه، وأشكركم على حسن المتابعة. مع السلامة.